وإلى صورة المساء، ونقف مع حضراتكم عند واحدة من الصور المميزة جدا في التاريخ الرياضي. ودايما أقول لحضراتكم الصورة بملايين الكلمات، الصورة بتوثق لوقائع كتيرة جدا، ممكن تغير مجرى التاريخ، ممكن تغير أحداث كتيرة جدا. صورة النهاردة حكايتها من الحكايات اللي هي تشبه ما يوثق للفساد الرياضي، لكن رسميا ما تمش الاتفاق على أنها من ضمن الفساد الرياضي، لكن ضمنيا هي تشبه الفساد الرياضي في العالم، وتشبه تداخل السياسة مع الرياضة. الصورة دي اللي هنجيبها لحضراتكم دلوقتي تم التقاطها في 10 سبتمبر 1972. طيب الصورة دي من أرشيف بيتمان كوربس، وده واحد من يعني الحكايات أو الأرشيف، في مجموعة من الصور اللي بتحمل حكايات رياضية كتيرة جدا، لكن دي واحدة من أشهر الصور اللي موجودة في هذا الأرشيف. طيب الصورة لأولمبياد ميونخ في الدورة العشرين بتاعته، ودي كانت أثناء لحظة تتويج الفرق الفائزة بالميداليات الأولمبية في لعبة كرة السلة. طيب احنا شايفين قدامنا ايه؟ شايفين قدامنا المفروض يعني المكان اللي هم واقفين عليه ده، منصة التتويج ده المفروض المركز الأول، المركز الثاني قدامنا هو فاضي، والمركز الثالث برضو مشغول. يعني المركز الأول راح واتكرم وخد الميداليات بتاعته، والمركز الثالث كمان، لكن المركز الثاني زي ما حضراتكم شايفين امتنع، ومعظم الكراسي أو يعني الكثير من المقاعد فارغة زي ما حضراتكم شايفين. طيب فين الناس بتوع المركز الثاني؟ ما طلعوش ليه ياخدوا الجائزة بتاعتهم؟ وليه رفضوا هذا التتويج وهذا التكريم وهذه الجائزة؟ طيب الحكاية ايه بقى؟ الحكايه انه كان في الوقت ده كان في الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحده الامريكيه، وكان في يعني مناوشات كتيره جدا بتحصل، وصل الموضوع للمجال الرياضي. في المجال الرياضي حصل ألاعيب كتيره جدا من الجانبين يقال، لكن الاكثر بروزا هو هذه الصوره اللي بتوثق هذا الموضوع. الصوره قلت لحضراتكم 10 سبتمبر 72. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان هذا الاولمبياد طبعا الجميع متقدم، وكل الناس متقدمة بالفرق بتاعتها، الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة، كرة السلة طبعا محترفين فيها، وبالتالي ممكن يكونوا محترفين أكتر من السوفيات في كرة السلة، تقدموا بالمحترفين بتوعهم. أثناء الأولمبياد اتغيرت القوانين، أو ما قبل الأيام الأخيرة للبداية كده اتغيرت القوانين فجأة، فأصبح المحترفين ما يشتركوش، ومشاركة الدول تكون بالهواة مش بالمحترفين. ده طبعا سبب أزمة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية أنها تشارك بالهواة، لأنها مجهزة المحترفين بتوعها عشان يدخلوا يشاركوا، ولكن جمعت فريق من الهواة وشاركت بيه. الاتحاد السوفيتي كان عنده علم بالموضوع، وكان مسجل المحترفين بتوعه قبل بفترة هواة مش محترفين، يعني ما كانش مسجلهم في المحترفين، فكانوا محسوبين من الهواة وليسوا من المحترفين، وبالتالي لما دخل يلعب دخل يلعب بالمحترفين اللي عنده، في حين الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بالهواة اللي عندها مش المحترفين أو الناس الأكثر خبرة والمخضرمين أكتر. فضلوا يتصاعدوا هما الاثنين لحد ما وصلنا للمباراة النهائية، والمفترض أنه السوفييت هيقابلوا الأمريكان. بدأوا يلعبوا، تقدم السوفييت في كرة السلة بنسبة كبيرة جدا، لحد ما وصلوا المرحلة كده بدأ الأمريكان بقى يحققوا أهداف كتيرة، لحد ما جوم قبل النهاية بعشر ثواني كان الأمريكان متقدمين على السوفييت بفارق نقطة واحدة. النقطة دي كانت كفيلة انها يعني تخلي الامريكان رقم واحد وتخلي السوفييت رقم اثنين، لكن ازاي ده يحصل؟ كان معظم لجنة الحكام الموجودين في المباراة ولجان التحكيم والحاجات دي معظمهم كما يقال برضو من ابناء الدول الشيوعية ومن التابعين ضمنيا ونفسيا ومعنويا للاتحاد السوفيتي. فراح جاي رئيس هيئة التحكيم ورئيس الهيئة الإدارية لكرة السلة، نزل لطاقم التحكيم، بقول لحضراتكم الموضوع بالضبط يعني، وقال لهم لا احنا عايزين نعيد اخر 3 ثواني في المباراة عشان خاطر في يعني ايه ما يشبه الخطأ التحكيمي. كان متقدم لحد النهاية المجموعة السوفيات، لحد قبل النهاية بأكتر من 10 ثواني تقريبا السوفيات كانوا متقدمين، تقدمهم الأمريكان وصولا إلى قبل نهاية المباراة ب10 ثواني، الأمريكان متقدمين مع الوصول لصفارة النهاية، كان الأمريكان مفترض هم اللي بيحتفلوا بالموضوع. نزل لهم خلاهم وقفوا الاحتفال، وقفوا كل حاجة، قال لهم ثانية واحدة احنا عايزين نعيد آخر 3 ثواني في المباراة. طاقم التحكيم اللي موجود أو الحكام اللي موجودين وافقوا
بعد الاتفاق ضمنيا وقالوا اه ماشي نعيد اخر 3 ثواني. هنا الامريكان اعترضوا وقالوا ازاي نعيد اخر 3 ثواني، احنا متقدمين ومفيش اخطاء تحكيميه. قالوا لا هنعيد اخر 3 ثواني. عادوا اخر 3 ثواني في المباراه، اتحسبت رميه للاتحاد السوفيتي وتقدم فيها الرميه دي، حققوا منها هدف، الهدف ده اتحسب بنقطتين، وبالتالي السوفييت هم اللي كسبوا المباراه من اخر 3 ثواني، اتحسبت فيهم رميه حققوا بيها نقطتين. فواقف الامريكان مذهولين، كانوا لسه بيحتفلوا دلوقتي وفرحانين ان هم تفوقوا بمجهودهم، ولكن السوفييت فجاه يعني ندهلهم منادي زي ما بيقولوا كده، وفجاه هم اللي تقدموا وحققوا نقطه والهدف اتحقق بنقطتين. فحصل حاجه غريبه جدا، الناس اللي فاهمين حتى في قوانين كره السله هيبقوا يعني مركزين في الموضوع اكتر. فكانت النتيجه انه السوفييت هم اللي خدوا المركز الاول، وفجاه اللعيبه اتغير الموضوع، بدل الامريكان ما كانوا بيرقصوا بيحتفلوا بقى السوفييت هم اللي بيرقصوا وبيحتفلوا. خلاص احتفلوا، ناسوا خالص موضوع الامريكان وراحوا على التكريم والمنصه عشان يقفوا بقى، عشان ده يبقى المركز الاول وده المركز الثاني. امتنع فريق كره السله الامريكي من انه يقف ويتكرم، وقالوا تصريحات كثيره جدا، كان من ضمنها تصريح لمعظم اللاعبين والمدرب بتاعهم، قالوا لو كنا خسرنا بشرف كنا هنقبل المركز الثاني ونقف، لكن احنا خسرنا بتزييف وخسرنا باخطاء وخسرنا بغش وتدليس، وبالتالي احنا مش هنقبل ان احنا ناخد هذه الجائزه ولا نتكرم التكريم ده، احنا مش المركز الثاني وهنعتبر نفسنا المركز الاول. بالفعل لما رجعوا للولايات المتحده الامريكيه يعني اتعامل معاهم الجمهور في الشارع على ان هم المركز الاول مش المركز الثاني، وكانت ما يشبه الفضيحه العالميه انه ازاي حصل الموضوع ده. وبعد كده حصل تظلمات، والتظلمات دي اترفضت عشان يعيدوا المباراه، اترفضت كلها، ولحد النهارده الجائزه بتاعتهم موجوده، ولحد النهارده لم تتسلم الولايات المتحده الامريكيه جائزه المركز الثاني في هذا الاولمبياد. دي قصه صوره حبينا نجيبها لحضراتكم، وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده الناس اللي واقفين 2 بس، المركز الاول والمركز الثالث، والمركز الثاني فاضي، ومعظم الجمهور اللي كان بيشجع الفريق السوفيتي مش موجود في المدرجات. يعني حسبت كانها صوره بتوثق لمشهد من مشاهد يعني ما يشبه الفساد الرياضي وايضا التداخل السياسي مع الرياضه. دي صوره النهارده اللي جبناها لحضراتكم 10 سبتمبر 1972.